ميزان في الوسط قروي ينقلها من هناك مباشرة إلى بالقروي هشام. القروي يتريث يعود لنمديل يفضل من هناك دغموم حاولة الانطلاق بالكرة. دغموم طبعا الذي صار مطلوبا بقرار بشكل جميل لينقلها جحنيط تصل إلى الجهة اليمنى من اليسار إلى اليمين. العودة بالكرة مباشرة إلى الخلف. دغموم يتحرك من اليمين إلى اليسار. عوش يعود يرجعها من جديد إلى الدفاع عن طريق نمدير مباشرة لبالقروي هشام في متوسط الميدان. كرة لجحنيط توصل الكرة يطلبها في أفضل الظروف حاولة البحث عن دغموم ولكن مقطوعة الكرة من مزيان. انطلق مزيان من هناك انطلق مزيان أمام ثلاثة لاعبين. حاول المرور مزيان بالكرة بين لاعبين اثنين. الدفاع في اللحظة الأخيرة يخرج الكرة بصعوبة كبيرة. مزيان دخل حقيقة بشكل ممتاز. رايم بنزازا اللاعب السابق لفريق جمعية أولمبي شلف تنقل الكرة دائما عند عناصر دفاع اتحاد العاصمة. ضغط عالي وربما يريدون استدراج عناصر الوفاق والانطلاق في هجمات مرتدة معاكسة على غرار هاته. انطلق هيثم لوسيف في الرواق الايمن تقدم هيثم لوسيف الفرصة لم يحسن التعامل معها. ركلة جزاء للاتحاد الجزائر بعد انطلاقة في هجمة معاكسة. عبد الرحمن مزيان يتمكن من ملح الفرصة الأولى لاتحاد الجزائر. الخطأ حسب حكم المباراة كان موجود. تأهلات عبد الرحمن مزيان حقيقة من دباري الأولى ثم من هشام بالقروي في الثانية. المتابعة كانت ركلة جزاء للاتحاد كنت قلت بأن الهجمات المرتدة المعاكسة ستكون لها أو ستكون من الخطورة بمكان. توغلات عبد الرحمن مزيان جاءت بأكلها الآن بعد التوغل الأول الذي كاد أن يمنح فرصة الهدف الأول للاتحاد. الآن ركلة جزاء يحصل عليها عبد الرحمن مزيان صاحب المراوغات الجميلة صاحب التوغلات القوية يتحصل على ركلة جزاء لاتحاد الجزائر بعد مرور بالأحرى ربع ساعة الأول في الدقيقة 14 من زمن المباراة. هنا الإعادة للقطة وربما في تقديري على كل نفضل عدم التعليق الفار غير موجود هنا. يا هيكل الفار يعني لو كان هناك الفار لتأكد الحكم من حقية ومن حقيقة هذه الركلة. نترك الحكم للمشاهد الكريم. لو كانت هناك زاوية أخرى ربما لتمكننا من الحكم على هذه اللقطة. على كل ركلة جزاء لاتحاد الجزائر في الدقيقة 16 من زمن هذه المباراة. فرصة سبق في النتيجة لصالح فريق اتحاد الجزائر. يتقدم إذن أيمن محيوس أمام الكرة. أيمن محيوس وزكريا بوحلفاية من منهما سيتمكن من سيتفوق في هذه الركلة. يتقدم أيمن محيوس إذن يتقدم أمام بوحلفاية من سيتفوق في هذه الكرة. الهدف الأول لاتحاد الجزائر أول أهداف المباراة. اتحاد الجزائر 1 وفاق ستيف 0. ركلة جزاء أولى وهدف أول لفريق اتحاد الجزائر بعد مرور 16 دقيقة من زمن المباراة. 1-0 لاتحاد الجزائر. هدف سيفتح المباراة على مصراعيها سيجعل الوفاق يرد ويقوم بردة فعل سريعة. والاتحاد كذلك ستفتح شهيته من أجل البحث عن أهداف أخرى. 1-0 الوفاق كان ضاغطا. الاتحاد ترصد فرصة الانطلاق من الجهة اليمنى. هيثم نصيف منح الكرة لعبد الرحمن مزيان توغل عرقل حصل على ركلة جزاء. أيمن محيوس جسدها. نتائج تعكس العودة القوية والموفقة للفريقين في الجولات الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة. كرة في التماس لصالح وفاق سطيف وعبد الحق دباري في التنفيذ. الوفاق يريد معادلة النتيجة والاتحاد يريد هدفا آخر في هذه المرحلة الأولى. تغموم الصراع الثنائي يستنجد بدباري. بوطيش ماذا سيفعل؟ بوطيش محاصر بلاعبين يستنجد بالقروي هشام من هناك. بالقروي معه قندوسي. التبادل مع قراوي لبوطيش من جديد. دباري يطلب الكرة في مكان مثالي يوصلها بشكل رائع.
من هناك ناحية عقل بالكرة بقرار، ولكن يعني ما تمكنش من المرور والتوغل بالكرة، كان تقريبا معزول بقرار، ما شاهدناش كثير في هذه المرحلة الأولى، وبالتالي ما يعكس الخروج من يعني إطار منطقة 18 للبحث عن الكرة وللمساهمة في يعني جلب الكرة إلى إطار مرمى الحارس بنبوط أسامة. يعني بقرار ما وصلتوش كرات كثيرة، هنا الهفوة الدفاعية، هنا الارتباك، ولكن يستعيد الكرة بالمغامرة، يغامر يعني هشام القروي، ولكنه مع قراوي بالخبرة وبالتجربة والثقة والرزانة يمكنهما الخروج من مثل هذه الحالات. انطلاقة من هناك، دباري عنده الكرة، يرسلها لدغموم، ترسل طويلة، تمشي طويلة لدغموم، ماذا سيفعل بها؟ ما يلحقش الكرة، يلحق بها، يحاول المراوغة والمرور، يتوغل داخل منطقة الجزاء، دغموم ما فيش المتابعة هنا، دغموم وزعها المتابعة، لم تكن من بطيش في المكان المناسب، مهارة عالية من دغموم ما شاء الله عليه هذا اللاعب. حقيقة المراوغات ثم تمكن من الحصول على الركنية بعدما اصطدت واصطدمت برجل المدافع بوشينا مصطفى في اللقطة السابقة. الركنية الأولى في هذه المرحلة الثانية، هل سيكون قندوسي أم جحنيط سيأتي ويأخذ هذه الركنية في التنفيذ؟ ستلعب ثنائية الأكيد بين قندوسي وبطيش. قندوسي في التنفيذ، الدقيقة 52 من زمن المباراة، يلعبها قندوسي في القائمة الأول، تبقى الكرة وتعود عاصمية للاتحاد والانطلاقة من هناك، لكن سرعان ما تسترجع وتستخلص من عناصر الوفاق. كان على مربح مصالة زميل السابق في الوفاق الرياضي الصيفي، يعيد الكرة لعناصر اتحاد الجزائر من هناك في الرواق الأيسر، التوزيعة حاضرة من حمراء والدفاع موجود وفطن، تبقى الخطورة والفرصة متاحة من جانب الاتحاد، ولكن هشام بالقروي خرجها، يرسلها طويلة، يبحث مباشرة من هناك عن أحد المهاجمين المتحررين، ولكن الكرة تعود صيفية. قندوسي في صراع ثنائي مع حامل الكرة، مرباح مصالة يتفوق، تروح من هناك مباشرة لشيتا أسامة، يبحث عن رفيق في الرواق الأيسر. رتم المباراة انخفض، الفرص قلت الآن بعدما كانت يعني بغزارة في بداية هذه المرحلة الثانية. دقيقة ونصف على نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة مشاهدينا الأفاضل المتابعين الكرام، الاتحاد 1-0. سجل أيمن محيوس من ركلة جزاء في الدقيقة 17، منذ ذلك الحين الفعل ورد الفعل حاضر، ولكن الفرص الحقيقية لم تكن بالغزارة المطلوبة. كرة لبن بلعيد أمين في متوسط ميدان وفاق سطيف، ينقلها من هناك، ينتقل إلى الرواق الأيمن، تصل بشكل سليم وجميل، محاولة نقل الكرة من جديد، بن بلعيد فرحي، نمديل ثم انطلاقة في الرواق الأيمن، دائما الانطلاقات من الجهة اليمنى كثيرا ما أتت بأكلها من جانب فريق وفاق سطيف. طبعا غياب بكرم جحنيط الذي أرهق بدنيا خلف نوع من الفراغ في الصناعة الهجومية وفي إعطاء الحلول. دغموم طبعا تفاهم كبير بينه وبين جحنيط، وبالتالي خروج جحنيط أفقد نوعا ما الثنائية، ثنائية جحنيط ودغموم